إن شاء الله راح نتكلم عن بعض النصائح التي تفيد في آلام غازات البطن، عند غازات البطن وانتفاخات البطن. ننصحكم هذه النصائح العامة: يجب على الشخص عدم أكل الطعام وهو يتكلم، أو يعني عندما يأكل الطعام لا يتحدث كثيرا، حيث أنه مع الحديث قد يبلع كمية من الهواء تكون سببا في غازات البطن. ويجب يعني مضغ الطعام مضغا جيدا مع غلق الفم مع المضغ. ويجب الإقلال من اللحوم الحمراء الغنية بالدهون، وشرب الماء بعد الطعام مباشرة، وعدم شربه خلال ساعتين بعد تناول الطعام، لأن المعدة في هذه الفترة مشغولة بهضم الطعام المنوط بها هضمه. وعدم تناول أطعمة أخرى مهما كان مقدارها بين يعني وجبات الطعام. كذلك عدم تناول طعام أكثر من اللازم. وإلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.